حضراتكم شايفين ده شكل الخزان بعد الانتهاء تماما من اعمال العزل بالكامل. وزي ما حضراتكم شايفين دي رجبة الخزان تم الاهتمام بها نفس طريقة عزل الخزان من الداخل، عشان لا قدر الله العوامة خربت مستقبليا، في الحالة دي بيكون رجبة الخزان متأمنة علشان فاتورة المياه ما ترتفعش، لأن عدم الاهتمام بعزل رجبة الخزان بيسبب ارتفاع في فاتورة المياه لا قدر الله العوامة خربت. طبعا مع حضراتكم مؤسسة أرض المشروع.